الحين راح نشوف الأصوات مع اللي هي خاصية الديلي، المصاحبات وهالأمور. نبدأ بمجموعة البيانو، مثلا هذا صوت البيانو. مع الديلي نسمعه. باخذ من كل مجموعة صوت، لأن الأصوات كثيرة أصلاً. هذا الإي بيانو، مع الإفكت، الأورغان. طبعا الاورجان الناس اللي يحبون يستخدمون اللي هو الاورجان الفوتاج، تحكم من هنا. مع الافكت نصير حق البراس. الجيتار والبيز، طبعا الجيتار معروف، الكلاسيك المشهورين فيه اليامان. سترينجز، مع الإفكتات، طبعا مجموعة الباد موجود أصوات وايد. صوت ثاني برايت، خواطر فقط خواطر، نزلت شريط انا في سنة 2003، وهي كانت من الحاني اغنية يا قلبي عن دربه لا تميل. اسمع الصوت مع الافكت. يصير عند الليد، اصوات الليد، طبعا الليد معروف. ثاني مع الإفكت، أصوات اللي هي البيركيشن، طبعا الإيقاعات، الماربل وماربل هالإيقاعات. Thank you.
يصير هني. طبعا انا مثل ما قلت لكم كل مجموعه خذيت من اصوات، لكن هو طبعا الاصوات كثيره في كل مجموعه، كثيره الاصوات. هني في مجموعه اسمها اذرز، يعني اصوات ثانيه، حاطين لك اصوات ثانيه مثل الستار وما ستار وهاي الاشياء. بهاي الطريقة أعطيتكم الحين وريتكم الأصوات اللي هي بعض الأصوات اللي موجودة، لأن أنا اخترت من كل مجموعة صوت أو صوتين، لكنه ما شاء الله موجود وايد. تقدرون تسيرون على موقع اليوما وتشوفون في لستة بجميع الأصوات موجودة لكيبورد اللي اسمه ستيج كيبورد سي كي 61 كيز، ونازل ال 81 كيز، وأنا وضحت هذا الشيء في الفيديو من قبل. وإلى اللقاء إن شاء الله مع فيديو ثاني، بيكون ان شاء الله في الجينوس الجديد، جينوس رقم 2 نزل، وفي بعد اللي هو سينثسايزر المونتاج ام نزل. راح تكون في فيديوهات عن هذيل الكيبوردين الجداد ان شاء الله، راح نشرح عليهم. ومع السلامة.